اهلا اهلا، بوصفة سلطة جدا جدا لذيذة، متأكدة بتعجب كل اللي بالبيت. يلا مع بعض نبدأ. اول شيء راح نصلح الصوص. عندي هنا ملعقة عسل كبيرة ولا صغيرة على حسب كمية السلطة اللي راح تسوون، وراح اضيف لها نتفة بس من الخردل او الماسترد، وراح اضيف وين الملح والفلفل الاسود، اعطيني اياه شوي وراك. راح اضيف الليمون، وراح اضيف ملح وفلفل اسود، واخر اضافه قبل ما اخلطها تبي تكون كميه حلوه من زيت الزيتون. نجي الحين للسلطه نفسها. عندي كميه حلوه من الخس، وترجع لكميه السلطه اللي تبي تسوون. خس امريكي افضل بكثير. بزاويه من الزوايا راح نضيف شرايح الافوكادو، ومقابلها تبي تكون شرايح التفاح الاخضر. الإضافة اللي بعدها راح تكون الطماطم الكرزي، يبي يكون على زاوية من الزوايا. ندور لنا في سحاية مكان فاضي، وراح نضيف التوت. عندي هنا جبنة الفيتا، راح نضيفها بالوسط أو قطعوها مكعبات ووزعوها. آخر إضافة قبل ما أضيف الصوص، راح أضيف عندي هنا جوز البيكان محمصته بنتفة زبدة. جربوا يا بنات تحميصة البيكان بالزبدة، مرة مرة تفرق معنا. يجي الحين وقت الصوص. هذا هو، وهذا قوام الصوص. نحرك الصوص زين ونصبه. وبالعافية.